بدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، استهلها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بمحافظة القاهرة. خلال الجولة أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات خلال هذه المرحلة، حيث يأتي تنفيذ هذه المشروعات بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع المحافظة وصندوق التنمية الحضرية.